في الفقرة الرياضية مع الكوتش تاعكم موني بوشاوي دائما في حصة صباح الشروع. مشاهدينا الكرام، اليوم حصة تاعنا راحين تعرقوا فيها بزاف تمارين، راح تعاونكم بزاف انقاص الوزن. دائما كما نقولوا بعد ما تكون كاينه حميه غذائيه، لو كانت تمارسوا هذه التمارين معها راح تساعدكم اكيد باش تنقصوا الوزن، لانها تمارين فيها شده عاليه شويه، وراح على بالي تحسوها بالك تجيكم صعيبه، لكن واش دائما كما نقولوا بالتركيز تاعكم وبالسيريو تاعكم والانضباط سورتو راح تقدروا تمارسوا التمارين هذه. اليوم راح نبداو بالشوفمون تاعنا، نديروا تسخين بوك تاع المفاصل تاعنا، لانه التمارين اللي راح نديروها من بعد راح تكون كارديو بزاف، كيف ما راح من التسخينات يعني ما نركزوش عليهم بزاف. نديروا تسخين تاع المفاصل ديالنا برك، نسينا نهبطو نطلع لهنايا نشوف شويه لومبير ديالي. نهبط ديمي سكوات، دي فونت ستاتيك هنا، نسي دائما بالرجل يعني الخلفيه، نسي نهبط للاسفل. الحاجه اللي نقولها لكم انكم لازم تجيبوا ان سيرفيات باش تمسحوا شويه، واكيد الماء اللي راح تسحقوه بزاف في الفقره هذه تاع اليوم. الو التمرين تاع التمرين الاول واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه عندي يعني تسحقوا شويه اسباس يمين وفي يسار، تسحقوا واحد يعني متر متر، باش راح نخدموا ديبلاسمون خطره يمين خطره يسار. تبعوا معايا برك بالعقل، راح نخدم التمرين ولا المجموعه الاولى نخدم يعني بالتبسيط، والمجموعه الثانيه نخدموها شويه رابيد باش تقدروا كاع تبعوا معايا. راح نفليشي لي جون تاعي شويه لهنا، يعني نكون بوزيسيون دو مي سكوات يدي لهنا، وندير ديبلاسمون تاعي لليسار، نحسب 1 2 ونهبط بوزيسيون دو بلونش ونعاود نطلع 1 2 نهبط بوزيسيون دو بلونش ونعاود نطلع 1 2 نحط يديا نهبط نعاود نطلع 1 2 نحط يديا كسر لي جون نعاود نجيب رجليا عند صدري ونعاود نروح بالعقل 1 2 نحط يديا هنا ونروح 1 2. دوكا راح نخدم تمرين شويه رابيد، لانه التمرين هذا يسحق شويه رابيديتي. نعاود نهبط كما قلنا لي جون تاعي ليجيرمون فليشي، نروح 1 2 1 2 1 2 حط يديا نعاود نولي. راح نخدموا التمرين هذايا كيما راكم تشوفوا، نخدموه لمده الوقت تاعو ماشي راح تكون طويله بزاف، لانه التمرين هذا على بالي راح يعييكم. راح نخدموا 30 ثانيه عمل و20 ثانيه راح. التركيز وين يكون؟ يكون في لي جون تاعي، يكون ليجيرمون فليشي، وفي ديبلاسمون تاعي عندي دائما الرجل اليمنى طبع الرجل اليسرى والعكس، ونحط يديا هنا نهبط ونعاود نطلع. الناس اللي ما تقدرش نقدر نحي التمرين هذايا، لانه على بالي الناس اللي يكون عندها وزن زائد راح تجيها شويه صعيب التمرين، نخدم ديبلاسمون لاتيرال برك. نروح للتمرين الثاني، واش راح يكون فيه؟ عندي كورسور ليشال هنا، نيماجيني عندي ان كاري، نخدم جوج خطرات يعني نفتح رجليا للخارج وجوج خطرات للداخل. كيفاش؟ 1 2 1 2 نحسب وحده لبرا، دائما ايماجيني عندي ان كاري نخدم ليكستيريور انتيريور، لكن واش راح نزيد لها؟ ديبلاسمون للامام وللخلف. نخدم هنا 1 2 3 4 كورس فير لافون، نخدم نفس الشيء 1 2 3 4 نعاود نولي للمكان الاول 1 2 3 4 نافونسي نفس الشيء 1 2 3 4. دائما لازم يكون عندي تناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه، هكذا باش يكون التمرين يعني استيتيك ما يكون شباب، وتقدروا تخدموا ترياليزيو لي موفمون اكزاكت كيما قلنا. نعاودوا بالعقل 1 2 3 4 نافونسي. الناس اللي ما يقدرش نقدر نافونسي جوست بلا مارش ماشي كورس، ونعاود نولي نفس الشيء كيف كيف هنايا. هذا بالنسبه للتمرين الثاني. التمرين الثالث واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه عندي اليفاسيون جونو، ويكون عندي فيه لي جاك. كيفاش؟ راح نخدم 4 فوا جامبينغ جاكس هنايا 2 3 4 نافونسي اليفاسيون جونو هنايا النقطة بي، نعاود نخدم 1 2 3 4 نعاود اليفاسيون جونو للمكان الاول 1
2 3 4 نافونسي اليفاسيون دو جينو 1 2 3 4 دوكا راح نخدموا التمرين يعني بطريقه كيما نقولوا يعني طريقه مبسطه باش الناس اللي ما يقدروش يخدموا بلوزيون فاصيل. نخدم هنا عندي يمين يسار يمين يسار نافونسي مارش رابيد نفس الشيء اوبسيون فاصيل 1 2 3 4 نعاودوا لي 1 2 3 4 يمين يسار يمين يسار. هذه هي لوبسيون فاصيل تاع التمرين اللي درناه. نفس الشيء مده العمل 30 ثانيه ومده الراحه 20 ثانيه. شحال نديروا؟ اربع مجموعات هكذا باش نقدروا نستفادوا اكثر من التمرين. هذه التمارين صدقوني يعني لو كان تكونوا مواظبين عليهم يعني زياده على التمارين ديرهم وزياده على البرنامج الغذائي راح تساعدكم بزاف بزاف في فقدان الوزن. واش مازال نديروا؟ نورمالمون على بالكم بلي في لافان واش لازم نديروا؟ لازم لنا التمديدات تاع العضلات اللي كنا نخدموا فيهم كما دو اليوم. خدمنا تقريبا العضله ديالها كانت مساعده باش يعني نديروا الحصه هذه ولا عفوا باش نديروا هذا البرنامج. نطلع بالعقل سي نطب شويه الباسن ديالي لقدام نحكم لو كوتي هنايا نروح لوطخ كوتي وهنا نلحقوا الختام تاع الفقره تاعنا. على بالي بلي اليوم عيطوا بزاف سي لوجيك سي نورمال بارسكو لا سيونس تاعنا تاع اليوم كانت بزاف انتونس. ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا وان شاء الله تكونوا معنا في الفقرات القادمه ان شاء الله.